الحلقة التاسعة من House of the Dragon، تعالوا نتكلم عنها شوية. زي ما شفنا في بداية الحلقة، وأخيرا ودع الغالي فيسيريس، وشفنا تخبط المجلس في اختيار الملك الجديد بين إيغون ورينيرا، والصدمة كريستون كول ورجع مرة ثانية بفصلاته المفاجئة، واللي وضح لنا إنه الآدمي هذا فقد التحكم بنفسه، ورح نشوف بقعات كثيرة ليه. وشفنا إيمون زعلان وهو شايف بأنه الأحق إنه يكون الملك بحكم إنه ذكي وقوي وسواك تنين محترف. وبرضه شفنا إيغون وقلة ثقته بنفسه وإنه ما يبغى الحكم، حتى لما مسكو قال لي إيموند اتركني واعتقني وما راح تشوف وجهي مره ثانيه. وشفنا الدور الاسطوري للملكه اليسنت وكيف قاعده تتصرف في هذه الضغوطات لوحدها وضد ابوها وضد المعارضين وحبسها لرينيس. واخيرا اللقطه الرهيبه لحفل تنصيب الملك والموسيقى والاجواء والحلقه التاسعه، فعارفين انه راح يصير شيء قوي. وما ننسى هروب رينيس ونزولها في القبو، على طول عرفت انه في تنين جاي في الطريق، وبالفعل جات لكن ما سوت شيء، اعطتهم تحذير بس انه الحرب جايه. الشيء الوحيد اللي حسيته ناقص في هذه الحلقه هو ديمون، ما ابغى احلف لكن والله ديمون ورينيرا ما راح يعدوا الليله على خير. على العموم جدا استمتعت بالحلقه، تقييم الشخصي للحلقه التاسعه من هاوس اوف ذا دراجون هو 9/10. ابغاكم تكتبوا لي رايكم في هذه الحلقه وتوقعاتكم للحلقه الاخيره. سلام.